يا رضوان نخلي لك هذيك الشكاره تاع واسمو اسماعيل هذاك تاع واسمو طارق ما نولي رضوان ما تفيش ها سهلا بان عليه تقروا عياه مسكين بان عليه تقروا ثلاث ايام على جماعتنا السلام عليكم السلام خوتنا جماعتنا بيان سور جمع لي هذا خونا رضوان رضوان السلام عليكم انا بصحه خويا لازم بيبي صباح خويا واش راك صباح صباح يا خويا واش عمر السلام عليكم جماعتنا واش راكم ليكيب ناسيونال اللي كان سير بريز اليوم بيان سور كوم توجور رانا في شكون عمر شيخنا شيخنا او جاء المباشر او عمي عمر عبد الله وي خويا عمر خويا السلام عليكم عزيز بس والله يعاونكم صباح بيبي حضنكم حبابنا ولمتنا ناس لمتنا لمتنا ناس لمتنا قصبة قصبة قولها وناس الغربة والناس الغربة دي سيتاجيني عسلامة راكم هنا جماعتنا راكم هنا راكم هنا راكم هنا اي زيد 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 اطلع 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 باسكو اليوم كاينة قصرة حلوة دوك دو مينيت هكذا جماعتنا من جامع اليهود هادي هي من جامع اليهود ما واسم الله ري خوك هادي لابوانت هادي هي عمارة فوالا جماعتنا حسن كركاش خويا العزيز عسلامة حسن شحال دير وشنو هاك راك تشوفوا الاخر ياك راك تشوفوا حسن تاع الفهمة الفهمة هاي صندالة تبا فوالا جماعتنا هم سير بري شابة شابة لو طون دوك يطلعوا جماعتنا ومعنا عمر عبد الله وي هاني جاية هاني هنا الشيخ هنا يا عمر هنا شيخنا بيان سور بير خادم خويا صح رمضانكم صح رمضانك خويا العزيز سبارو خويا تحياتنا من مارشي كلوزير ناس مارشي كلوزير خويا عسلامة كامل بوشي عسلامة خويا العزيز فوالا جماعتنا مشيوخة مشيوخة الله يسلمك خويا العزيز فيصل الله يسلمك حبيبي الله يسلمك وانت زاد خويا العزيز الله يسلمك في كويزين ازياتيك كريمو رانا من مارسيليا نستناو شكون الضيف تاع اليوم الضيف تاع اليوم خوتنا شكون هذا شكون هذا شكون هذا قولوا لي شكون هذا قولوا لي شكون هذا عطوا لي اسم شكون هذا هذا شكون نحكيو مليح عباس خويا السلام عليكم ناس مليانة خويا عمر ابري صح رمضانكم خويا بونجور ناس جاية عسلامة مرحبا بكم شيخنا 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 او شيخنا السلام عليكم عرفتوا شيخنا السلام عليكم صح صيامكم ايوا وصح رمضانكم نصوموا ان شاء الله بالصحه والهنا وان شاء الله يتقبل منا ربي من هذا الصيام هذا ان شاء الله وهذا رمضان هذا ان شاء الله يجيب لنا خير كبير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ام عرفوا سلامه تلقى الخير صح ولا عمي راهم معك ناس امريكان لي سيتاجيني راهم معك ناس طليان الله يبارك الله يبارك الله يبارك ناس مارسيليا ربي يحفظهم حنا ندعيو لهم خو ربي يحفظهم ويبعد عليهم البلا والمصايب ناس تيجي وزو ربي يحفظهم كامل كيما راهم جينيرال مجمع جزائري ربي يحفظه شيخ واش تقول لهم واش تقول لهم في هذا رمضان هذه وهذه القصره هذه اللي توحشوها شيخ واش تقول لهم واش نقول لهم خذوا مرام راهم شيخين تماك واش عندهم لا نوستالجيا على بالك الغربه واعره انا مجرب الغربه الغربه كي يكون بلاد وحداني يولي يروح يشوف روحه في المرايا ويهضر مع المرايا كيفاش تجي ما تجيش راك مليح ما راكش مليح تولي تهضر وحدك جربتها عمي انا جربتها نعرفها انا جربتها تعرف وقتها
في 64 لي زاني 64 وراك انت رياض باكو قال لك شيخ كمال فرج الله قال لك قول له صحه رمضانك ميزي ميغريديانك ان شاء الله ان شاء الله ناس تيزي وزو قالوا لك صحه رمضانك خويا الله يسلمك ويسلمهم كامل كيما راهم ناس تبسها يا زهر ربي امين ان شاء الله ربي عمر ربي عمر عبد الله وجماعه هو عمر عبد الله وين نحكي لكم عليه هذا هو اللي حاكم الميزي على لا بوينت خويا واش تقول لنا الله يسلمتنا الله يحفظكم من لا الغربه ناس غربة الغربه ناس طليان واسبانيا وباريس راكم مع الشيخ تاعنا ربي يحفظكم الله الله شيخ الحمد لله يا غرباتي في بلادنا يا غربتي بلاد المغرب غريب ديما ماشي كيما بلاد يكذب عليك كاذب الغربه هي الغربه فهمت صحاب تركم سلام مستزاد اخويا سلام صحاب ترك الغربه هي الغربه اخويا كيف الانسان في بلاده قدام عائلته قدام قدام الاسره ديالو قدام عمومه قدام خواله قدام خواتاته قدام جدوده قدام وكيكون الغربه راك تعرف كيفاش الغربه الغربة مسكين بلد الإنسان أنا مجربينها ونعرفها وشنو هي الغربة إن شاء الله ربي يفرج عليهم إن شاء الله إن شاء الله شيخ هذا هو شيخ كاش فن كاش فن راهو هنا في بلادنا الفن واش من الفن ما كان والو فن ما كان والو واش راك تشوف فيها الفن هذا الشعبي اللي راهو يدور دوكا واش راك تشوف فيها شيخ الشعبي الشعبي راك تعرف كيفاش الناس قوم تبع ما كاش الفن الفنان يحب يقول لي فن هو بروحه بشخصيته بشيو بكلامه فهمت الابداع ما كاش الناس غير راهم ياكلوا في الماكله الصبحه واش خلاو الاولين راهم يعاودوا فرات جديد جديد ما كاش ندخلوا داخل شيخ جديد ما كاش هو دخلوا الداخل شيخنا دخلوا الداخل بصح عنده سلعه برا عنده سلعه برا نري هنا يا. انا مريح هنا انا مريح هنا يا شيخ فوالا جماعه هنا رضوان راح دقيقه المرشي يعاود يقول لي شيخنا واش كنا نحكيو شيخ واش كنا نحكيو شيخنا يا غرباتي قال لك يا غرباتي الفن كنا نحكو الفن شيخ تعرف الفن واش ما كاش مصاب سهله يا رجل تعمل كل شويه مصاب السنيتره وصاب القصايد وكذا وقول يا راس كذا واللي ما يعيش القصيد ما يعرف ما يعرف يخير القصيد ما يعرفش يخيره واش يعطي للشعب يذوقه عم بالك الحاج محمد خدم كل مش كان القصايد كان القصايد باردين وكان فيهم في الحر كل ماكله كاين الماكلة اللي مسوسة ريجيم وكاين اللي فيها فلفل قناوة وفلفل حار تاكل وتواح واحد وكاين القصايد ما فيهمش باردين كلامهم بارد الله ناس الغربة خوتي ناس الغربة اللي راكم معنا هاو معنا انا نقصروا راكم على بالكم وهادي هي النوستالجي تاع العشية كي نقول لكم عمي كمال فرج الله راكو تعرفوه تري تري بيا عمي كمال يعني بارمي لي برمي في العنقويه خويا العزيز كي نقولوا الحاج محمد العنقا نقول له عمي كمال فرج الله يعني الله الله عليه الله يرحمهم برحمه الله الله يرحم شيخ ناس مليانه راهو معنا الله يبارك ناس بوسعاده راهو معنا يا مولا مليانه سيدي احمد بن يوسف يا حسرة جازوا الشيخ قالنا في مليانة عندهم قالنا رجال يا نعم عندهم علماء اخو الله الله كاين علماء فهمت الله يبارك تيزي وزو قالت ناس تيزي وزو كيف كيف كذلك كاين رجال كاين علماء قالنا الجزائر معمره بالعلماء اخو وشنو جا حدينهم ما يحبوش يكشفوهم ما يحبوش يهضروا عليهم بصح علاش عمي هادية تاع ما يحبوش يهضروا عليهم وراهم يخبوا في شيوخ علاش راهم يخبوا في هاد الشيء كاع علاش يخبوا باش يولي روحه هو ما يهدرش على الماضي سيادنا اللي كانوا الاولين ما نهضروش عليهم نهضروا على وحدينا احنا هضر على التاريخ هضر على الناس الاولين واش خدموا واش خلاو واش كتبوا واش فهمت خويا السلام عليكم سلام كيف حالك انت بخير؟ لاباس الحمد لله من فضلك رحموني مصور بدي واحد قال لي صلى الله عليكم لا ما راهش انا المعلم ما كانش المعلم راح يقضي فوالا قال لك قول له يحكي لك على الشيخ زربوط راه معك زربوط عادل اه معك وليده وليده وليد شكون وليد محمد زربوط اه وين راه عايش هنا ولا وين؟ وين راك يا عادل وين راك عايش خو؟ جاب لي ربي راه ولا يا شيخ نعرف هادو اللي راهم معنا كاع راهم كاع غربك الله يبارك صحة صحة قال واش تحكي لنا على محمد زربوط يا حسن محمد زربوط جوز وقته جوز كان يا حسن كان دراب كيما خليفة بالقاسم
اسمع كانت واحد التصويره مصور مع بخديو كانت هنا في وين كانت الاسطوانات الدنيا يا حسام فهمتني نهضر لك هذه في 58 58 59 واحد التصويره مع خليفه بالقاسم هو بالدربوكا معاه وواحد يقول له عمر كوادروات معاه بالطار فهمت كانت سوا عليك ناس البيار الله يسلمك ويسلمهم ناس القصبة كان يتهم الفوق قال لك أبي فرج الله قال لك أنا أشوفك في تلفزيون كبير شيخ لا الله يسلمك قال لك واش تقول لنا على القصبة واش تقول على القصبة واش نقول القصبة القصبة شكون يدير القصبة يديروا عليها ولادها فهمت وهذو اللي يقول لك ولا القصبة هما يريبوا فيها يقول لك أنا وليد القصبة وليد القصبة ما يريبش يبني وهذو راهم يريبوا الدنيا كامل وراحوا داو بارتمات وهذو هذا اللي قالوا لو مالور دي زافي لو بونور دي زوتر لو مالور دي زان في لو بونور دي زوتر هو الدابارتمان يتمعمع بها وريب هنا الدار تاعك دابا علاش تريب الدار يجي واحد اخر يسكنها انت عطاوك روح الله يسهل عليك مبروك عليك بصح ما تريبش صح هكذا صح كامل خويا لاباس خويا الياس فهمت فوالا جماعه شوفوا هذه هي اللي راهي صاري راك تشوف كسبه كاش ولات خرده كامل مالك انا طاربي راهي فيل توريستيك المجمع اللي عنده دويره في القصبه راهو يخدم فيها راه يخدم توريزم كاين وكل معدن تاع دراهم القصبه واش بيك معدن تاع دراهم فهمتي يولي لورو هنا يدور هنا في القصبه بصح الله غالب ها ولا في باب عزوني يبيعوا يشرب الكاغب فهمتي تشري سلعه تبيع لابوتري تبيع كذا كيما يكونوا الناس فيها فنانين كيما كانت بكري كيما كانت بكري ويجوا توريزم يجوا من كل جهه فهمتي بصح اليوم فهمت نجمع شو رانا نبيعوا ونقصروا انا مي فرج الله انا نبيعوا ونقصروا نعم رزق الناس خو رزق الناس لا 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 ما نو ناس كندا عسنا ما ناس لاسويس عسنا ما خوتنا كاع كيما راكم ناس ليزي وزو ناس بويره الله الله عليكم ربي يحفظهم ربي ان شاء الله يوحد قلوبهم هاد الجزائريين هادو مساكن راه في الغربه قالنا حنا الغربه واعره خويا الله الله ربي وحدهم ان شاء الله لا شيخ اهلا على سلام خويا ملك يا نغدي باش راك صحه بعدنا لا زيد السلام عليك مع هو حكينا شويه هذه اللي جينا عمر مكرازل هذا الله يرحمهم برحمته واش راك شيخ والله نحمد ربي نشكر المغيره الناس المغيره عسلامه في الاول بابلون لندن رانا مسلمين عليكم ناس لندن عسلامه ناس القصبه يا حسره عليا ماك زمان الله الله واش من الزنقة خو من أمريكا خوك راهو في أمريكا واش ما الزنقة هذه شيخ وي هذه هذه زمان يقول لها لو بومبي لو بومبي ماشي لو بومبي ماشي بومبي لو بومبي بومبي لو بومبي هذه زمان ودوك راهي مسمي على شاهد مشو هذا علي عمار علي عمار علي لابوانت لا علي عمار من هنا وهذه لندن هذه عندها اسم دوك يقولنا واسمه واسمها الحومة هذه واسمها اخو واش ما هذا عمار هذا تفعل هذا فوالا لا غيروه يروندو يروندو عمار مليح مولود بوسمينه خويا نحفظوكم شكون دار فودير خويا ناس مليا هذه محمد عرب واش ما هذا محمد عرب فوالا تخرج كل يروندو فوالا شراك انت كنت من الطوق من الجيه الملك هذا يا الخو شي قالوا لك الكلمه برك بون قال لك صح اسيا وكوكويا ناس الماريكان ناس لونجلتير الله يسلمك قال لك كي نشوفوك هكذا شيخ قال لك نشوفوا باللي الله الله عليكم باللي الشعبيه مشكل ما شاء الله كي تكونوا انتوما يقول لك تما الشعبيه جميرة بصح انتوما اللي انتوما اللي تحيوه انا على بالك هنا كاين ناس موتوا ويحبوا يموتوه كاين ناس موتها ويحبوا يموتوه بصح هو ما يموتش مستحيل ما ينجمش كلام حاجه تاع الصح حاجه حق فهمت مثل لك انا شغل مثلا الروز طويل هكذا يجيو هذوك الريح قويين ينطوى بصح كي يروح الريح يعاود يوقف هكذاك الشعبيه الله الله عليكم ناس لا هولندا اسلام اخويا ناس المانيا اسلام حسير من الناس حسير من شو عندي راهم كاع حسير من شو اللي صار جيريا يا حسره كنا نخدموا حفلات في حسير من يا واحد الزمن حسير من اسمع حسير بكاوي ولا اسمع شو الكلمه اللي قالوا لي هذه عجبتني قال لك فو ديفوندر il faut défendre le شعبي بارسي مات بيان سور حنا رانا كل يوم رانا ما كانش غير ما يشقاش انا راني بريميرو على بالكم باش نقولها لكم انا نقولها لكم وعلى بالهم كاع والناس كاع تسمعها شيوخ هادو علاش ما يبروغراميوهمش
علاش ما عندهمش بروغرام؟ علاش الشيوخ تاعنا ما عندهمش بروغرام يخدم الناس ويخدم الاحباب؟ انا ما عندهمش بروغرام، انا ما بروغراميوش. احنا ما نمدوش الرشوه، صحاب الرشاوي فهمت، الناس اللي تطلع في الفيلات بالحرام وكي تجي الزنزله تضربو تريبو هو ولادو يقول لك جات مصيبه ما شاء ما شاء فعل الله. تمسح الموس في الله ياك ياك، امسح الموس في الله، خليك يا رجل الانسان على بالك فهمت، صرت له كل كلب المكلوب بنادم يسل عينه بظفارو، هذا هو هذا كما ربي يقول فهمت، ويخرب بيوتهم بايديهم ولا بدين المؤمنين ولا هما فلا يعلمون، ويتقب روحه بروحه ويقول لك من جاتني الضربه. فيكتور هوغو يقول لك يقول لك لوم يسي لا برونش داربر وي لي تاسي وين قاعد وراه مقطع فيها وين يصيب روحه خو يصيب روحه لتحت. يا عمي فرج الله، شوف جماعه قال لك الله الله عليكم، قالوا لك طاريزون بالقاسي، قال لك طاريزون خويا العزيز مورا ستراسبورغ، راه من ستراسبورغ معنا سيدي علي غندوسي، سلام على السلامه، نور الدين نور الدين منو من حسي ربل، الله يبارك يسلم عليكم. رضوان عطينا الله ادريسه، قال لك تشونكاي ديالك ودا الحاله اخويا، هضر مع الناس رضوان كيما قال له حسيسن، واش قال له حسيسن؟ ما عرفتش يهضر اجي نعم حسيسن تعالى تي اريزون شيخ، لي جون فيف افيك لو حرام، الناس راهي عايشه بالحرام يا شيخ. بيان سور علاش البركه ما كاش خويا؟ علاش الحرام اللي كثر لي المجتمع فسد كثير، ولادهم بزاف من الحرام. الحرام خويا سردين ب 150,000 شفت سردين، كان شي واحد من البحريه نجح كامل كلاو البابور تاعهم كامل راحوا او دخل، خاطرش ربي هو المسير ماشي انت المسير. سبحان الله بدراع يعطيني ربي، لا عطاك ماشي دراعك يا رجل، عطاك دراعك انت او تماساشي تاعك ربي هو اللي زور الزق يا سلام. قال لك ما دخلوا مجالس علم ولا شخص قلب ما كان والو، صلاة ولا تنضب الله 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 ما تيم ما كان ايوا باش تشوف حنون تاعي. لا في عود بالله كم يجي ملياردير كم كذا، شنو هذا ب 25 الحمد لله لازم، شنو هذا ب 26,000 البارح في الريتشارد 26,000 شنو هذا؟ اليوم 12,000 اليوم 12,000 طاحت له طاحت شويه، الناس رانا كيما لهجيب لهجيب حرام عليكم. شنو هذا؟ انا قال لي كاروز شفت فوالا سمحت مداغاسكار اسلام مداغاسكار اسلام مرحبا بك مداغاسكار رومان نشوفوا واش رومان لو موند اونتي رومان صباح الخير طيب يا جزائريين شي صافي فليزر حنا نفرحوا لهم حنا ماشي تاع الحومه حنا من العاقه ماشي تاع الحومه انا ماشي حومي سخو انا شوف هنا ينويوني عباد اللي عندهم التسجيل ديال الحاج محمد العوفي ويبدا يزخ قدام الجمعه، انا عندي حاجه اللي ما عمرهم ما سمعها واحد. الحاج محمد لما نخدم ليك انت وحدك. الله اعطي مد هذاك اعطي سجل الناس واعطي لهم، عندك اجر. عندك اجر، اعطي الناس تسمع. اعطي الناس تسمع، علاش بوخ؟ علاش يكونوا بوخانا هكذايا؟ فهمت؟ كي تكون عندك وعندي وعندي، ما يمكن تروح لك تصيبها عندي. الله الله عليك. بصح كي تصيبها انت عندك وحدك وراحت لك، راحت. راحت. ما نزيدوش نسمعوا بها كامل. فهمت؟ الله يهدينا ويهديهم هاد العباد هادو اللي عندهم البوبينات، راه وحده مات رجلها، انا والله والله ما نخرج انا اعطي للناس يسمعوا. شكون هذا شيخ؟ كاين واش نقولوا دوك نقولوا كيف الحق كامل كامل. توازنوا قالوا 300 مليون راجل الحاج محمد عمرو ما طلب الواحد قالوا يخدم يخطوه هنا العرس كان يخدم لله في سبيل الله. يجيو مع لي مانيطو جماعه كي نحكوا على الحاج محمد العنقه كي نقولوا عمي كمال فرج الله تما ويحكي مليح ويحكي مليح. عمرو ما جا قال له شحال تخدم لي؟ شحال دير لي عرس؟ ويقول له 25 مليون، عمرو ما طلب السومه الحاج محمد يكذب عليك، كذب فهمت؟ هذا القوم هذا انا ما نتحركش منه بخمسه، وشكونك انت واش راح تبني لي فيلا ولا؟ تعطيني الهوا وانا نعطيك الدراهم واش؟ واش راح دير واش راح دير لي؟ هذا هو يزون كوميرسياليزي الار الفن مستحيل باش دير له باش دير له تجاره، ما تهجرش بالفن يا خو، هذا كلام شعراء، كلام صالحين، اعطي الناس سمع.
ولكن رانا اهل البخل اهل البخل كثير واهل الجود قليل هذا هو الله اكثر من حسره il faut sauver la chanson chabé les vrais hommes Allah la kina la qasset Mohamed Maatir sauver روح على son le chabé sauver روح اخو chabé sauver روح اصل عنده ناس يا رجل ناس صالحين ها وراي ها ماشي طالحين مجمع الطرح ما يدورش بالشعبي روح جهه اخرى طالحين ما يدورش بينا يدور بينا غير صالحين لا مكسول ومحسود قالوا لك مازال خير في امه النبي البشير ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك شيخ رمضان شيخ مصطفى فيك الله نوستالجي راه معنا جماعه من المدنيه الله يبارك راه مع جماعه من الغردايه سلام لناس غردايه الحمانيش قد يقول له يحكي لنا على قصه الحاج محمد مع الطير طير العنقه طير طير وزور هو يقول لك العنقه العنقه هو الفينيكس فينيكس سي توازو كان يقول لك طير خرافي خرافي وكان يقول لك سي توازو بريستوريك دوك انا ليستوار الديفار كان يقول لك توازو بريستوريك ذاك الوقت كانوا الطيور كانوا سي دي جيون ماشي طير طير زاوش كي مقنين فهمت وهذايا دايرين لا فيلوزوفي كراك دايرين هاد العنقه لو فينيكس هذا دايرين له شغل رمزي هذا هو يقول لك سي توازو فابيلو ولي سماه العنقه سماه خاطرش الشيخ واسمو الشيخ الناظر وين صابو صابو في القصيد العنقه مذكور في القصايد يذكروه المشايخ والرخ يعرفوه الرخ هاي الرخ الرخ ما يعرفوش اما لا كان واحد القصيد يقول قم يا معشوقين تناولوا بكيسان بتوسيح خدموا الحاج محمد الله يرحمه يقول العنقة والرخ داروا في السماء غمامة داروا غمامة في السماء كي يطيروا تشوف تدخل انت سحابة هذه وما غموا كيما نقولوا حومة هكذا يغموها تنمون كبار بزاف هذه هي اما انا من تمريخ داد العنقة والعنقة كيفاش صرالو صرالو مع شيخ قبل ما يسميه كان معه طرار اما الناظور يخدم هنا في القصبة تبحبح كي تبحبح جا قال له زقا المنعس قال له شوف جات نقول لك طناش الوحده تاع الصباح قالوا شوف لي حبيبه بيض اذا كاين في الدار جيب لي حبيبه بيض يشربها باش يسرح له الكرجومه ديالو باش يكمل الليله باش ما تنغلقش راح كذا قالوا يا شيخ قالوا الله ما تسع حبابي هذا نحكي لك هذا في 1924 في ذاك القيس يجوا الحاج محمد كذا ولي ما قال والو سكت رام قاعدين قبل ما يرفدوا الرفده واش يعطيها من القصبه حتى التافوره والتافوره ذاك الوقت كان السوق في التافوره كان ذاك الوقت سوق تاع مارشي يجوا صحاب الفحص يبيعوا الخضره يجوا من بوزريا يجوا من الحراش يجوا من باينام يجوا من خريصيه يجوا من بير خادم يجوا من كل جهه يحطوا سلعتهم يبيعوها وكل واحد يروح يعاود يولي لدارو ذاك الوقت ما كانش وين لوكوموسيون فهمت كانوا على خير سلام صحابتو لكم تلقاو الخير صاصيامكم فهمت كان يجي عنده حمير يجيب لي عليه السلعه يجيب عليه زوج سلولات ثلاثه كان عنده شريطه كان اللي يجيبها بالبرويطه كل واحد كيفاش على حسب الامكانيه ديالو يجيب سلعته ويروح الحاج محمد عطاها على نفس من القصبة للتافورة شرا له حبة بيض حبة بيض نقول لك ذاك الوقت واقيل بسوردي ولا نص سوردي ولا على حسب سومة تاع ذاك الزمن جابها في يده ويجري على نفس عطاها الشيخ قال له سيدي هاي الحبة بيض نخلع الناظر شاف قال له ثمن قال له واه وين قلت وليت هو عم بالو كان راح بالك راح غير من تماك كيف ما يقضي صلاح ولا قالوا لا سيدي رحت حتى قالوا نخلع قالوا رحت للتافورة قال رحت تسافر جبتها لك يا شيخ داولي دار الشيخ سعيد العربي وعمر بيبيعوا كانوا طرجيه معاه قال له ما هو العنقه خلاص دوك هذيك العنقه كي قال له شغل كي ربي يقول كون فكان سبحان الله هذه هي سبحان الله مش ماشي خاطرش ماشي على خاطرش يغني ولا يسنتر مليح ولا يغني مليح ولا خدم كان طرار معاه كان يشد الميزان برك كي قال له هاو العنقه من تم كان فكان تم من بعد كداولي كي مات خدم كداولي تم اللي سماه العنقه وا
هذه من تم اللي بدا يخدم بدا يكون روحه بروحه زاد شاف شيخ واحد اخر واش قاعد مع الناظر في السنين زاد روحه كذا كان يروح المغرب يجيب القصايد يروح للمستغانم يروح للدرومه يروح للشرق يروح للغرب يحوس على الشيخ يحوس على الشعراء تعب ماشي ما صاباش طيبه اليوم راه مصابه طيبه يروح يشري ديوان يحط الديوان قدامه ويبدا يخز بيا انا ما على بالوش واش راه يكون كامل يا راجل ما على بالوش شيخ كان واحد القصايد قالت لي فيهم الشوق على بالك خويا يغنوها شغل معنا بالهم شغل مع باش واش هو يغني هذيك الغنيه كيما يقول لك القصيده هذيك فيها الشوق معلوم فيها الشوق راه مدح يا خويا مدح على سيدي رسول الله ماشي حاجه تاع تصغير الإنسان يعني ما أنا قبل من كذاك فهم كلامك أو يستفهم المعنى عن مش راه يقول إلى أخره ماشي غير تقول برك تحط الكتاب وتبدأ تقول أنت ما راكش فاهم المقصود كاش عاد يجوز الميساج بالك كلمة تقولها حاجة واحدة أخرى وأنت ما يجتمع صح فهمت هذه هي شو كيما قال لي لهنا محمد كربة تعرفوا محمد كربة شيخنا نعرفه كيفاش ما نعرفه قال لي سيتا وازو شيميريك شيميريك إيروخ سي زرزور قال لك والله اعلم وشنو زرزور وشنو هذا وشنو الزرزور قال لك ما قيل راه ما قيل يدير الروح العلامات تاعهم انا نهضروا شوف الروح العنقه الروح ما سيدني الروح النصارى واش يقولوا له يقولوا له الروك تاع شكون يهضر عليه سين دبد البحري لو الروك هذيك البيضه هذيك اللي بات فيها في الجزيره الله الله هذيك البيضه تاع الرخ الله الله وحنا نقولوا الرخ ونصارى يقولوا اون فرونسيز يقولوا لو روك ار او ك روك هذا الرخ وين يعرفوا دوك الرخ يقولوا شنو الرخ يقول لك عمري ما سمعتو الرخ كيما اسم العنقه العنقه لاخرطاش الناس ولا تعرفوا كي الحاج محمد كذا يغني معروف ولنا العنقه معروف طول ما كنت تقول لنا العنقه الناس سموها العنقه حتى الموني ما يعرفوش الاسم تقول له لا لا الناس ما تعرفش يقول لك لا لا سماوه العلقه ايش العلقه هذا على خاطر الناس فيه كيفاش الناس فيه راجل ما انتيغري في الاوركس الناس فيه انسان تخدم انت في في الادمنستراسيون راك تخدم في الاميري نجي نقول لهم شكون بوزرينا انا راك مول الناس في الاميري مانيش عارف شنو يا ويخدم تم يا راجل واش الناس تخدمك واش الناس تخدم هنا باش تشوف ما كاش لنا ما غير بالتمر المستوى دوك ما كاش هي زمان الناس ما تقراش العربيه ما يعرفوش سلام ما ناس ما قدروا ماشي العنقه هو اسمه العنقه ماشي ايه العنقه شوف واش قال لك واحد قال لك شيخ انا من امريكا في امريكا انا وشوف قال لك احكي لنا على قصيده يا قمريه البروج قمريه البروج كتبها بن سليمان دوك القصيده شكون يفهم انت دوك تحب تكتب حاجه تكتب بريه ولا كذا وتدير فيها واحد الرموز فهمت هذوك الرموز شكون راح يفهمهم تفهمهم غير انت ما يفهمهمش واحد اخر دوك حنا كي نقراو البريه ديالك تعجبنا تعجبنا على هذوك الرموز هذوك الرموز كيلو ما على حساب فهمتنا حنا قم لي البروج كتبها فهمت كتبها نارك في القلب تروج دوك انت واش حبيت تشوفها حبيت تشوفها قرأ شرب ولا قرأ حليب كيما حبيت انت ومخك وراه الا حبيت تشوفها قرأ شرب شوفها الله يسهل عليك انا ما ندخلكش في مخك بصح تحب تشوفها قرأ حليب اشربها قرأ حليب فهمت الشعراء كيفاش يكتبوا يعطيك يعطيك شوف مثلا شغل لابستري والكونكري لابستري واش يوري لك يوريك واد وفلوكه وكوخ هكذا ولا بصري يدخل لك في واحد الشيء كذا تولي تشوفه كي سحابه حوس انت درك انت ديكوفري هذاك الديسان هذاك شكون يفهمو يفهمو اللي ديسيناه وانت تحاول كيما نقولوا ترك معاه شويه هذه هي القصيده والقصيده شابه وفيها قافيه شابه فهمت نارك في القلب تروج وخيالك ما يخفى على مهاجي سهره نقول ديالجي وعيت من راجي هذا هو يتكلم عن الحب ويوصفها فهمت يوصفها كصاري بين الموجة قد الدامي وتوت هاز باجي حجبان هاز ناجي يعطيك الوصف ديالو كذا بصح مع الاخر من بعد كان واحد البيت وين يقول يقول لا لا يقول لا استنى كاش يقول زينك ما هو في علوج هنا 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 يعطيك المفتاح زينك ما هو في علوج العلوج شكون هما العجيات سي الاوروبيان العلجيه هي الاوروبيان فهمت اما انا زينك ما هو في علوج ما هو في حتى اوروبيان اللي راه يشوف فيها هو
زين كما هو في علوج وله في المدن والفلاجين في المدن والفلاجات هكذا ما شاهدوا غناجي ما واحد ما شاف هذا الزين راه يحكي عليه في النمضة وما جاي النمضة والعباد النمضة اللي راهم جايين ما يشوفوش هذا الزين راه يشوف فيه هو هاي كيفاش يعطيك هنا المفتاح اللهم اجي لو صبت ها ويقول لو صبت ندقها ما صبها ما والو شي خير لو صبت ندقها بعد التهيج نهايتنا فرح وتزديج ساعة الفرجة عاد الهيج بين الغلوج كأمير فوق سمحوج وبلاي يقول دعم التفاجة والرباب وسط الرجرات ورصدوا الماء ودي زاد التهيجة والشمع في حسكم سروج عامل بدمع بروج بصح البيت النخرة واش يقول يقول من لا يدري الخروج علاه يدخل بحر الغالي هاجي واش يقصد بالخروج هنا يدخل في اللفظ في اللفظ الانسان اللي ما يعرفش يخرج الحروف نتاع هذا القصيد غير ما كان مدنا ما يغنيه ما غير ما يدناش ليه من لا يدري الخروج علاه يدخل بحر الغالي هاجي علاش راك جاي ليا انا كنا خاطيك ما تنجمش ما تدناش فهم من اللي يدري الخروج عليه يدخل بحر الغالي هاجي توضيح في مهاجي اني خرج وضحت لك شي اللي كاين في المهجه ديالي خرشوا الكسر هذا سر هي هات فين ساجي المهرين اهل العقول في تبيج رايقين معنا ونسيج اللي عقلوا في في تمهيج اللي عقلوا هاماجي في تمهيج صار مهجوج هذاك يهجيوه صار مهجوج بين دهات من زوج عقلي وادبي فيه فراجه والسلام على كل الانتاج الانتاج شكون هما ناس العلماء ناس فهمت اللي واصلين المقام هذوك هما الانتاج فهمت هذه هي الله الله عليك هذا هو القصيد الله عليك شيخ ارضوا صح والله مازال عمي معنا توجور راه معك جماعه شيخنا راهم جماعه بون راهم في الماريكان جماعه الماريكان جماعه من ورقله ناس ورقله راهم معك راه معك ناس موريال جماعتنا موريال راه معك لي زالتيست راه معك عمر العشاب خويا شوف معك شيخنا عمر شوف الله يبارك الله يبارك واش قول شيخنا عمر العشاب اللي راه معنا اللي راه يتبع فينا كل يوم مع الياس الياس اللي راه الله يبارك ربي يطول له في عمره وبرزق بوجه الواحد اللي راه معنا واش تقول لهم شيخ يا خويا الله يسلم عليهم ونقول لهم صحة صيامكم وتصوموا ان شاء الله بالصحة والهنا وربي يلطف بينا وبيكم وهذا ان شاء الله نتلاقوا ان شاء الله في فهمت في اقرب وقت على خاطر الدنيا على بالك راهي زرابه يا كربه راني لايف وراك تعيط لي راني لايف وراك تعيط لي راك تكوبي لي خو راك تكوبي لي تما هادي فوالا جماعتنا راه معاه قال لك من لا طال الشياخ معنا للسياسه فوالا قال لك شيخنا كامل العزيز الغالي سلمنا من لندن ناس لندن راه معاك السيد علي طابتي قال لك المكناسيه اخويا العزيز سفيان تاريخ الله يبارك فيك خويا عمرك الله يهديك العزيز صباح بيبي ولا جماعتنا المباشرة رانا مع خوتنا محمد الباجي ما شاء الله عليكم راهو معك مختار بوجمان عنقيس الله يبارك الله يبارك خونا خونا واحد سقساني من قبيله قال لي الناظور اسكو من الشرشال ماشي شرشال هو من باليسترو هو من الدشره تاع ولاد بلمو فوالا وزيد في بوزريعه قال لك امبونسي بور شيخ اليمين الله يرحمه الله يرحمه مسكين قال هذاك راه صغير قال مسكين ناس قلي عارف معنا ناس وهرن الله يبارك الله قال لك عمر مكرازه الله يرحمه هنا بحسرة ربي يطول في عمرك شيخنا عز الدين عمي طلعوا هاملك عمي ناس اسبانيا راهو معاك من اسبان الله يبارك هادو كاع ديال الجزائريا الله يبارك هذا هو وقتهم اللي يتلاقوا في لمتنا عمي هذه هي لمتنا اللي درناها تما لمتنا ماشي هذيك تاع لمة الاحباب لا لمتنا سيتانا بريفي هذه هي خاصة بينا احنا خاصة بينا ما عملوا كان يدخل براني ما واحد اخر ما يفهمهاش ما نجمش يحس بها احكي لي شو كيفاش هادي ما نجمش شي خاطيني تما اللي كاش يقولوا له هذيك الدوزنه تاعها كيف باش يدخل واش من الدوزنه يلزمنا باش يدخل يلزم يفهم كله يلزم يكون عايش فيها هادو راه معاشو فيها هادو اللي راهم عايشين في الشيء ما راهمش يحب يقول لك ذا حبي يجوز الوقت راهم ساكن متوحشين وراهم بدموع يبكي ماشي غير يبكي خويا الله
فوالا ناس الغربه اللي على بالي بلي تاثر مام هو كاني تجوز الغربه جوز الغربه جوز الغربه و... باش نقول لكم حاجه يعني نقول لكم على الفن الاصيل جماعتنا هامله هام شيوخه تاعنا هامله هم مازالوا معيشين يا ربي علاش هكا مازالوا معيشين هم مازالوا معيشين مازال يزيدوا يمدوا مازال يزيدوا ندوا من عندهم علاش علاش راكو تدفنوا فيهم علاش راكو تبينوا في عباد اللي ما كان والو راكو تبينوا في التلفزيون راكو تبينوهم وهادو وراهم وراهم هادو هما صح البخل كثير واحد الجود واحد الجود قليل امين نعم الله يهديهم واش نقولوا احنا الحمد لله احنا الحمد لله الحمد اسمع الله يغنينا على 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 هذا الشيء هذا ربي يغنينا ان شاء الله على هذه الصناعه هذه ان شاء الله وحنا الشيء اللي نعرفوه نعرفوه فهمت وهادو اللي حبوا يتعلموا يتعلموا اللي ما حبش يتعلم الله يسهل عليه هذا كما قالوا راسي وصيته والغير يدار به ذا راسي وصيته والغير يدار به ذا يخطي من طريق مزاحه ويرم به نهج صلاحه ويعود النبي مداحه فهمت واللي عماه جهله قوى كسلو باد غزلو اعرفه موخود لا تلوم ادعي له باللطف والعفو يهديه الحسنات ومن قادر يشفيه حنا نقولوا ربي يشفيهم ان شاء الله ان شاء الله هذا هو ان شاء الله امين لا واش قالوا الشيخ كامل صحيح ما كانوا ما خرطوش علينا الشيخ فهمت الله الله والحمد لله حنا رانا عايشين بهم رانا متونسين بهم وما ينحيونا على خاطرنا يداويونا فهمت هذا هي كلامتي على الشيخ كامل دواء قاعد خير من اللي ضرب خير من اللي تروح الطبيب يضربك بتشكا وكذا ولا يقول لك روح شري الدواء الكاشيات وما نعرف انا انا كنا هو دوانا هو دواء القلب هو الكلام كيكون كلام محسن وكلام كذا داوي به قلبك وترتاح ومخك يرتاح كل شيء يرتاح تتقعد هذا هو واللي يحب الطبيب كذا ولا راك تعرف صلى الله عليه وسلم كان طبيب بصح باش يداوي يداوي بالايات فهمت بالقران بالحديث فهمت هذا هو كان في واحد النصراف نخدموه يقول قد جمعوا في معذبي تسع خصال ما هم في حبيب ظريف ومليح وجمال والقد العجيب اه ذاك الحبيب السادس ريقه رحيق وزلال والسابع طبيب الله الله عليك واش نزيدوا من هذا اه جماعه قاعد شوف قاعدوا خويا سبحان الله هذا شوف عمي فرج الله اليوم ماشي باراسيطامول اليوم هو ضربكم بوحده حمود بوالا باقدا شوفوا اللي راكم رايحين تبراو جماعه قال لكم اون سابيل لو بارولي كي ابيتي بوفاريك شكون هو؟ بارولي قال لك واحد يكتب كي ابيتي بوفاريك ما بالش لا كيسيون هذا هو يعرفه بالك إيه لا يعرفوا ما عرفنا به انت تسقسينا احنا تقول لا 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 انا ما نجمش نعرف كل شيء انا اخو سامحني او اللي بارولي كاين بالكركمه صرنا انا اخو واش نعم بالك انا الا انا تعرفوا قدموه لنا نولوا نعرفوه درك منا نولوا نعرفوه هكذا الله الله عليك سبحان الله ما نجمش نعرف كل شيء واحد قال لي يا شيخ انا ما نعرفكش انتايا قلت انت تعرف تحب تعرف كل شيء انتايا تدي واش تعرف كلش مستحيل ما نعرفكش حتى تعرف كلش انت ما نعرفكش ما تعرفنيش ما تعرفنيش سي نورمال انت ما راكش حاط بالك ما راكش داخل في هذا الامر هذا في هذا الفن هذا ما تيمش تعرفني قال لي نعرفهم كامل غير انت ما نعرفكش يا خويا غير ما تعرفنيش يا احمد كي تعرفهم كامل انا ما بيا تعرفني غير انا وما ما تعرفني انا نضحكوا قال لي سامع هو يقصر ويقصر واحد واش قال لي يا شيخ علاش نشوفك في التلفزيون قلت له علاش تشوفني في التلفزيون حبيت كذا قلت له هذيك التلفزيون تصويره هذيك تصويره التلفزيون قلت له راني معك الدم واللحم نقصر واش حبيت تقصر نقصر انا تحب تعنقني نبوسك نبوسني كذا انا قاعدين ها واش قال لي لا ماذا بيا واش ماذا بك شوفني الصغيرة ولا لا لا بلا صغيرة يا اخي حلو يا اخي واش تعب كل واحد كيفاش حلو عمي الله يبارك عليك عمي قالوا لك رشيد لوني دوبليد الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه رشيد يا حسرة واش كنا نصرو كي كان يولع قبل ما يبان كنا نطلعوا البليدة مع بوزار مع الجماعة حسرة والله ملك لي زيم لي ديالنا قال لي راه مليح قال لك ربي يطول في عمركم ما عرفوك حبيبي ما عرفوك ما عرفوك خو سامحوني انا نروح نعاصر اوكي حسن بقاو على خير بصحة فطوركم وبصحة صيامكم
وعيدكم مبارك ان شاء الله، ان شاء الله تجوزوا، ان شاء الله عيد مبارك ان شاء الله. هذا هو تما ما زيدتوني ما زيدتش نلاقاو، نلاقاو تما ان شاء الله نلاقاو. وشنو هما؟ لا لا نقول لهم اللي راهم في الغربه بالك فهمت نجوز بيان سور نجوز نديرو ميساج هما ميساج الناس الغربه شيخ ان شاء الله ان شاء الله. فوالا واش تقول لهم الناس الغربه في هذا رمضان؟ يا خويا جوج جوج بالصحه ولنا ان شاء الله، ويصوموا ان شاء الله ربي يتقبل منا هذا الصيام كامل على الامه الاسلاميه كافه، ان شاء الله ربي يتقبل منا هذا الصيام وربي يهدي العباد اللي راهم شويه شويه ربي يردهم من طريق المستقيم، وحنا ندعو لهم الا بالخير، ما ندعوش حنا ما نقولوش هذاك اعطيه هذاك، ربي ربي ان شاء الله يسمح لهم ويغفر لهم ويغفر لنا كامل كما رانا هنا. هذا هو شيء وعيدكم مبارك ان شاء الله، انتم وليداتكم ان شاء الله ان شاء الله. عمي مرسي عليك عمي، الله يسلمك اخويا ربي يتقبل. فوالا جماعتنا طبعا على خير، الله بالسلامة جماعة، الله يسلمك سلامة عمي. فوالا مصغر مصغر تا هو على بابنا العزيز. السلام عليكم، يسلمك عيدكم مبارك. جيت الله غردوك، جيت عند رمضان كريم ان شاء الله. دوك جيت عند ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي حبيبي ان شاء الله. قال لي راه عندنا البوش ان شاء الله. ان شاء الله خويا ما انا بسبب جمال اليهود وكاع ولادها. واش مو عمي واش مو عمي؟ حميد قابي هذا. حميد قابي خويا العزيز، السلام عليكم. اخويا عنده سلعة، عنده سلعة اخو عنده الله يبارك فيك. كاين سلعة جماعة ها ابو معاذ راح يموت. هاي السلعة تاع البلوي. شيخ شحال عندك لهنا شيخنا؟ احكي لي احكي لي احكي لي احكي لي شوية حياتي احكي لي. قالوا لي كاش تونكاي عنده حبيبنا، قولوا واش عندك؟ عنده غير الحر والحر. قافية واحد عنده غير هنا على بالك هذا تلمي تابوبات. اسمع تلمي تابوبات زعيم زعيم زعيم. صح حامد عالمية اخويا عالمية حبيبي حامد قابي فهمني انا ما نبيعش فيولي. احكي لي احكي لي شويه حميد صافا، واش هذا رمضان كيفاش خو؟ لا غلا باش قلنا الحمد لله بسلعه تمشي ياك صافا لا باس لا باس. او كان فيرون وكان لوري لوري كان روزا. شوف السلعه تاع الصح خويا، شوفوا السلعه تاع الصح. لا لا وري الماركه واش لاكم كان صور دوار سلعه هايله. علاش 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 تحطم فيها يا اخو؟ لا أنا واحد شوف ها لا لا شوف لاروز دو شين شوف ها وليك روز دو شين خويا العزيز عندك باك بالك باك غلب. وهذا هو اسمه هذا هو اسمه هذا الفيرلون هذا واسمه الفيرلون لو الفيرلون لو الفيرلون لو الفيرلون. واش عندك يا جماعة أروح شوف هاي أروح شوف 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 زعيم لا زعيم هو هذا هو الدوتش اللي قلب له او معاكم قابي هو وليد القصبه واللي تفوتو فراش زايد بير جباح خو خاوتي. شوف الفيولي هذا هو الفيولي هاوليك جماعه باقي يدرحوكم هو قابي قال لك باقي يدرحوكم باقي يدرحوكم السلعه حايله. لا لا شوف منا شباب منا الداخل شوف من الداخل شباب ام البرا شو مدرع شوف شولي شوف يولي فيولي ها يولي فيولي ايوه والله جماعتنا الله نحرق نحرق يماهم والله جماعتنا واش نقول لكم؟ نقول لكم هذه قصره اللي قصرنا بيان سور في جمال يهود مع خاوتنا وكان معنا شيخنا بيان سور كامل فرج الله هنايا كامل فرج الله هاي نزيدوا نضربوا دورنا هنايا يا خوتنا سنة السلام عليكم. فوالا جماعتنا انا لي باسكت كاين لي باسكت جوزو بيان سور راكو في جمع اليهود مع خوتنا كاين السلعة سلعة مواتة راهي لهنا يا شيخ. الله الله عليكم. انا نقولوا ما نقولوا في دوكان انا معروف. واسمو الدوكان هذا؟ دوكان اللي توني فيه مزور.
يا جماعه دوك اللي توني فيه مزور فوالا جماعه مؤمن معروف هاي السلعه اللي هنايا زنيقه مؤمن فوالا زنيقه مؤمن الله الله فوالا جماعتنا سلعه ما شاء الله صح فطوركم في هذه العيد كان سوما تشبين يا كرام لنا العزيز ثم تزوالي لهنا راكم في جمع اليهود سلام سلام العزيز فوالا خويا العزيز واش عندكم كاع العزيز كاين كلش خو كاين سراول لي فاست ثم تشبين ان شاء الله جايين باباك ويماك اللي ما تلقاهمش هنا الله الله عليك خو كلش خو ايوا قال لك مؤمن العالميه اخويا قال لك زي الله يطلق صراحو حومتنا سلام على السلامة اخويا تفضل مرحبا بك ورا جماعتنا جمع اليهود مع خوتنا الله الله مع خونا شو هذا بيحبش بين وتشوف شو خوتنا اه خوتنا ماما صح اخويا هذا الله يحفظك ورا جماعتنا نقول لكم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ان شاء الله تكون عجبتكم بركة القصرة اللي رانا نديروها كل يوم في جمالية مع الفنانين مع خونا كمال فرج الله غير بومعد بومعد ما كاش او هنا بومعد الشارع عاولك الحومة واسمها اي واسمها الحومة زنقت كاع الدنيا مي بومبي واش صحيت لبس الله هذيك هذيك قديمة لي بومبي هاد البلاكة فوالا هذه من قبل الاستعمار هكذا خويا قول هذه قبل من الاستعمار هاي قبل الاستقلال لا وهي هاد البلاكة قبل الاستقلال وهي هنا لي بومبي ري بومبي دوك واسمها عرب محمد هاي لك محمد عرب هاي الحومة جماعتنا اللي ديمونديت الحومة والله جماعتنا شو القصبة يا اخو الله الله شو 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 الناس الماريكان راه يتسلم عليكم الله يسلمك الله يسلمك خويا العزيز واش نقولوا لهم شيخ ناس الماريكان واش نقولوا لهم شيخ الله ربي يعزها راك شبتي يا شيخ علاش علاش؟ خلاص خلاص في الوقت وقتنا هذا وقتنا حنايا ناس كنادية ما شاء الله عليكم ناس لمسان هاي جمالية هم جماعتنا مساغة تاعنا والبارفان ما كانش اليوم ما كانش الريحة اليوم راح يصير العصر جماعتنا نقول لكم الله يقبل قابي ورا قابي شكون قابي؟ قابي قال لك لي زوم خو عاملك الناس من المانيخة قال لك قابي لي زوم ماك شيء يا حامد احلى تحية ناس قسنطينة راهو معك شيخ واش تقول لهم ناس قسنطينة اخو يا خويا مرحبا بكم لا جيتوا لهنايا وكيما كيما مصلحة بصحة يا خويا نرحبوا بكم لك كي يقولوا هكذاك هذيك هذيك يا خويا ياخذ ماك حتى مشكل مرحبا بكم احنا كاع خوا ان شاء الله باذن الله لاري عرباجي الله الله لو كرون قابي راه معك بشير ما عرفوك خو او عالميه قابي خو واحد الله يطول فيا سلاح واحد شفت اربع اربع خو ولا جماعتنا تشوف لا غير مزغنا حامد غير لا غير مزغنا لوك يا واحد اخويا واحد غير واحد هكذا حبيبي تهزوها صح اسمح لي يا الله ناس ليفربول ناس ليفربول ناس كروند بريطانيا السلام نقول لكم السلام قابي خويا راهم يسقسوا عليك هذا من وين من الماريكان ولا جماليو دا ولا جماليو ناس بوسعادة كانوا يتعرفوك شيخ راحوا راحوا احنا ما بعثونا والو بعثولك خويا لا عالمية انت مريض انا كنحبوك وراه العالمية عالمية احكي مليح صح عليك مليح ناس الغواط عسلامة ناس الغواط الله الله والله ناس الغواط ناس ورقلة كون سنة وانت طيب وبخير الله يسلمك ليسبون بورتغال عسلامة مرحبا بكم بتيموح معنا يا شيخ بتيموح بتيموح خويا العزيز واش راك حبيبي لاباس مؤمن شكون مؤمن؟ يا مؤمن العزيز معك محمد بيتش يا خويا قال لك مؤمن صح خويا العزيز لاباس الله يهنيك انا قصارين والله راهو معك ناس من لندن ناس بوفريزي كاع كاع توانا شيخ كاع
صافا يا اخي والله حتى تما خويا والله جماعه الناس برواقيه لا باتري جماعتنا باتري راه حتى نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايه ولاد حومتي ناس تولوز سي بون جماعتنا راهي طلعت باسكو راهي طاحت لا باتري باش نقول لكم جماعتنا اكتبوا اللي بقاو اكتبوا ومرحبا بكم لهنا. لونا 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 ولا تيبسي؟ تيبسي تيبسي عندي لونا انا باور بانك عندي عندي باور بانك عندي عطيو لي تشوكين الخيطه وهنا والله جماعتنا مصوفاونا شو الجمع ديالو شويه اوكي كلش خو بابا هاف قلت لك يا بابا قلت لك رمضان خو شو الجماعه ورانا شوف يا ربي شو وراني شوف تيموح صح رمضانكم لكم عام وانتم بخير الناس تيموح فرنسا مراد الحراشي سلام مراد الحراشي مراد الحراشي ومعايا البارح كان معايا ايه قول له يسد عليك الباب بس دقيقه مراد مراد يا جماعه قولوا لنا مراد الحراشي يا حبيبي هاي تشو العزيز الغالي فوالا تيتشو باور باك هكذا العزيز فوالا ان شاء الله يدخل معنا كمال ويدخل معنا مورد الحراشي راه شوف هنا راه نعطيك واحد سيربريز راه يسقسي عليك واحد حبيبنا سي بون سي بون دابا انا نكمل معاكم جماعه تحيه للقلعه الكبيره صح فطوركم هاي العزيز ياي واش تقول لخويا مراد واش راك واش راكم خويا صحة رمضانكم وصحة صيامكم ها مراد ها ها مراد الحراشي ها ودخلها خليك صحة رمضان صحة رمضانك مراد صافا ما تعيط ما تجي لهنا ما تحوش علينا صار عليك راكم ملاح صافي لونطون واحد ديزون ولا بيتات بليس بليس كثر من 10 سنة اخويا الحمد لله لكم بخير وتهلا في بعضكم بعض ريح مايا ريح مايا دوك نشوفوا واش يقولوا بيت خويا نروح للبلاد هكذا خويا لا زوينه هذه البلاد يا خو بحرنا بحرونا ما فيهاش انت تزهر تساتيرات تزهر تزهر نرفدو تزهر عبد الكريم علي تحياتي من قلبك صحبتكم ويوم سعيد بون ابريميدي او بوغتيفو بيان هاي السلام عليكم مراد نتكلموا ان شاء الله شوف داكسرا يا نونو مراد قال لك يا نونو توحشتك قول له توحشي قول له لك توحشتك هاوليك هضرب اخويا هاوليك مراد جيل الجزائر جيل كي جي الجزائر ما تحوش عليا حوس عليا نبعث لك النيميرو بعث له بعث له ايه ماركي بعث له نبعثوا لك دوك يمدوني نبعثوا لك مراد ها لا 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 خذي شحال من حال متنا اخوها خوتنا كاع راهم مراد قاعد معنا جلس معنا بزاف قال لك ما كاش منها وين راك؟ قال لك ما كاش منها وين راك؟ راني راني في الدار راني وين انت وين خليتني؟ والله جماعتنا هذه هي هذه هي كما يقول لك لمتنا ولمتنا ان شاء الله تكون ملمه هكذا مع خوتنا كريمو تليفون تاع نوردين هاوليك خويا لازم يكتب لي دوك نبعثوا لك ويا لاز دوك نبعثوا لك دوك نبعثوا لك في الميسنجر كي العاده واش ما تسحقوا العنقه كاين احكي لي شويه تاع العنقه هذه خويا قالوا لي بلي عندك خزنات بزاف وبلي هذا واش ما يسمعوش لا ما كاين بصح عندك العنقه كاين العنقه كاين العنقه لا ستاسيون ليا اللي كاين عندك خو كاين كاين العنقه الا جابك ربي وجيت لعندي كان مانيتو بوبين كان بوبينات جينا عندك بيانسون نشوفهم يا خوت وحشنا هذوك جاي مرحبا بك هكذا مراد ولا هبط للبلاد ونتكلموا ها التليفون دوك راني عطيته له دوك نبعثوا عيط لي يا خو توحشناك يا خو كمل راه مليح ولادكم انت راك دراري ولا مازال ولا انا بتيموح قال لك ربي يطول في في عمركم ان شاء الله الله يسلمك خويا محمد بتيموح صما في بليزير واش نقول لكم الله في بعضكم وان شاء الله الجو راه محلوك خلاص كونفينمون دوكا ملاهين بعدك القره تاع الاوكران يمشونا كيما يحبوا صرنا كي الهندي بطاطا غالية هاي غلاة تدير كان زمير يا نورمالمون 2000 فرانك من بعد كي طاحت البطاطا يدير غير 7000 انا الهندي السلام عليكم صح فطوركم الله يسلمك ولا جماعتنا يعطيكم الصحة هذه قصرة شتوها ياك هذه هي قصرة تاعنا قصرة مع مساغر مع ولاد الحومة مع جماعتنا ان شاء الله تكون باك القصرة هذه تعجبكم جماعة وان شاء الله يقول لك في لمتنا هذه هي قصرتنا ان شاء الله كما يقول لك ربي لاقينا في ساعة الخير خوتي العزاز حنا رانا عند رضوانه شوف السلعه السلعه المواتة هذه زقوله هذه اللي زقوله السلعه المواتة ليكيب ناسيونال يا دقداقي السلعه المواتة راهي تدور لهنا يا اخو نقول لكم جماعتنا نقول لكم هذه هي الجزائر
وهذه هي القصبه باسكو كاين واحد البارح قال لي بون هذيك تاع يا كريم والقصبه كيفاش ومن القصبه راهي والله غير الحمد لله رجعني جيت راني نلقى مساغر راهم يقصروا راهم يضحكوا راهم ما شاء الله صافي ان كرون بليزي اللي كان واحد الريحه راهي لنا سيرتو بلا ما نسى كانت عمي طاهر صدوقي اللي راهو لتحت كانت كاين جوزي زمن جوز عليه والله غير توحشناك بزاف خويا العزيز يا الراجل الزين انت صح فنان خويا مراد مراد الحراشي بون كيقول لكم مراد الحراشي راه وليد شيخنا دحمان الحراشي ربي يرحمه يعني راه معنا عائله الحراشي اللي راه معنا بلا ما نساو عائله قروابي بلا ما نساو عائله العنقيس بلا ما نساو العنقاويه كاع كيما راكم محفوظ راكم ما شاء الله ربي يحفظكم خويا الله يسلمك شارف بن برقه ما شاء الله عليكم الله يسلمك خويا العزيز جماعتنا واش نقول لكم نقول لكم الله يقبل هدية العصر الله يقبل نقول لكم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم نقول لكم الجزائر وما أدراك ما الجزائر حبة من حبة كارهة من كارهة الجزائر وما أدراك ما الجزائر حبة من حبة كارهة من كارهة جماعتنا كل يوم إن شاء الله اللايف هذا كل يوم هذا الوقت نديروا فيها قصرة 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 أسنى تشوف هذا اللي قال لي طربوش اسمع قال لك طربوش هذه يدير يا اخو اسمع تشوف هذا كبير على راسي يا اخو تونسي هذا تونسي هذا طربوش تونسي يا اخو كبير على راسي يا اخو كبير على راسي يا رضوان يا قالوا لك يا اخو السلعه بون كاين جماعه قالوا لك واش من الوقت اللي تكون لهنايا انت صباح قداش تحل من 9 حتى ل 7 تاع العشيه تاع السبعة في الليل راك تحل كاين جماعه السمانه الاخرى السمانه الاخرى ان شاء الله قالوا لي نجوا في الليل كاين جماعه السمانه الاخرى ان شاء الله عاد كاين خويا فوالا جماعتنا السمانه الاخرى ان شاء الله راهو يحل ان شاء الله رضوان هكذا جماعتنا نقول لكم ان شاء الله القصره هذه واللي خونا عبد الكريم مور العاصر جماعه مور العاصر بوكس انا حندير نقضي شويه للدار كذا ومن هنا ان شاء الله العشيه في الليل العشيه في الليل ان شاء الله انا ندير لكم سهره مور الضراوح راح ندير لكم حاجه سيربريز ان شاء الله تكون سيربريز هكذا جماعتنا انا ماذا بيا تقولوا لي برك اسكو لمتنا هذه مليحه ولا ماشي مليحه حبيت القلوبه يطلعوا القلوبه بزاف 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 باسكو هذه هي لمتنا حنا لمتنا حالفين عليها بلي حنا هما تلفزيون تاع القصبه حنا هما تلفزيون تاع القصبه حنا هما تلفزيون تاع الفن الاصيل تاع الفن الاصيل اللي يهضر لي يهضر صح الفن الاصيل حنا هما سي لمتنا وان شاء الله الفن الاصيل يعاود يولي لبلاصتو باسكو كي نشوفوا الشيوخه ديالنا هكذا يشوف يحكي كيما جاز معنا حسيسن كيما جاز معنا رشيد بركاني كيما جاز معنا عمي طاهر حاجه معناتها حنا تلفزيون حنا موليها هكذا والحمد لله اللي شوفوا شوفوا الله يبارك الله يبارك الله يبارك هذا هو الفن الاصيل الله يبارك هديه نقول لكم جماعه يعطيكم الصحه وان شاء الله يا ربي بيكم انتم انا مشاعد الميش انا ما نوليش اللور انا غير فن الاصيل ان شاء الله يا ربي لي عاود يولي وانا ماذا بينا لمتنا عادي احكي لخوك احكي للجماعة ما على باليش هدية احكي بدا تحكي باللي راه ولا الفن بدا تحكي باللي هاد الباجا هادي اللي راك تشوف فيها لمت كاع الفنانين بدا تحكي بدا تحكي احكي احكي باسكو علاش لازم الرداء انفاسيوا الرداء لازم تتفاسى خلاص سي بون حنا نفاسيوا التواصل الاجتماعي تاعنا بهادي نفاسيوا هاد الخرطي هذايا باسكو ربي يجيب لنا ان شاء الله الخير لبلادنا هذا واش كاين في بلادنا جماعتنا نقول لكم صحه فطوركم نقول لكم يعطيكم الصحه بارك الله فيكم نقول لكم زيد نعاودها لكم الجزائر وما ادراك ما الجزائر حبه من حبه كارهه من كارهه الجزائر وما أدراك من الجزائر حبة من حبة كارهة من كارهة خلوني نروح جماعتنا خلوني نروح هكذا جماعتنا غير الحكايات اللي ما يخلصوش إن شاء الله غير الحكايات اللي ما يخلصوش الشيخ ديالنا وين يكون نكون معاهم الحمد لله يا ربي يعني دخلوا لاباج هادي عاودوا شوفوا لي ما شفت حسيسن عاودي شفت حسيسن لي ما عاودوا شوفوا عاودوا شوفوا عاودوا شوفوا شوفوا بلي الحمد لله كما قال لك الشيخ الله قال لك الشيخ تلفزيون غير تصويره برك هذا ما كاين وما حاجه الفن ولا حاجه الا من رحم ربي
يونس فوز ابي ردوني الاكسجين الله كاسبار ربي يحفظكم الله يسلمك رانا معاك خوك ماذا بيا تكونوا معايا كاع بيان سير الجزائر هادي قلت لكم قادر نفدها وحدي تخلعنيش واسمني بوزرانه ماتوا عليها رجال انا اسمي تاع الشهاده ماتوا عليها رجال وحنا نموتوا عليها رجال خلونا الرساله الرجله ديالنا راهي في الثقافه الثقافه ديالنا وشنو راهو جهاد جبل ربي راهو جهاد يعني الكلام ماركو على بالكم انا نجهدوا احنا ماناش نخربوا انا نجهدوا وان شاء الله يا ربي الثقافه ديالنا تريح ما شاء الله وان شاء الله كما يقول لك خاوتنا اللي راكم كاع في الغربه الله يرجع كل غريب للدار الله يعطيكم ما تتمنوا وان شاء الله احنا اللي راكم تشوفوا فيا راني معاكم كل يوم وجامي خطيتكم وجامي نخطيكم كونوا معايا بقوه وان شاء الله كما يقول لك غير الجزائر اللي تعاود تولي غير الجزائر اللي تعاود تولي غير الجزائر اللي تعاود تولي نقول لكم جماعتنا صحه فطوركم صحه رمضانكم نقول لكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار من الله سلام.